النجم الكبير كابتن ربيع ياسين، افهم منه برضو من وجهة نظره الناحية الفنية لهذه المباراة، وكيف رأى من الناحية الفنية هذه المباراة. كابتن ربيع ازي حضرتك، ومبروك تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية. يا كابتن اسلام اهلا بحضرتك، وانا كنت معاك قلت لك هنرجعها بالبرونزيه. اه والله يا كابتن ربيع، انت وبعدين حضرتك اتفضل يا كابتن اسلام ما تتعبش نفسك، ما حدش بيتفرج على القنوات دي، خلي بالك. والله يا كابتن والله ما حدش مش بيتفرج عليها، عارف. دول ما لهمش لازمه، دول حاقدين، اه والله دول حاقدين. انسان مرضى مرضى، عشان بيتكلموا على الكبير، كبير افريقيا وكبير العرب. صحيح، بفضل الله ثم نتائجه وعرق وكفاح واخلاص. الناس لما تعمل حاجه كويسه نسقف لها، لا بنسقف ريال مدريد وبرشلونه، لما الاهلي النهارده بطل افريقيا بحياتك وزعيم افريقيا، لازم الناس تسقف له. لان بيشتغل وبيسعد الناس يا كابتن، ما بيضيعش وقت. وبعدين يرجع يقول لك اصله يعني بتساله مين اللي بيعمل، الناس تسال مين اللي بيعمل التعصب. ما هو مثل هذه البرامج ومثل هذه الاشخاص نوعيات. أيوة. برافو عليك يا كابتن، صح صح، نوعيات يا كابتن اسلام، فما تتعبش نفسك. صح. كبير كبير، احنا بنبص للبطولات، احنا ارقامنا بفضل الله تعالى تقول النادي ده ماشي ازاي وبيكسب ازاي. ضحيتك الناس مخلصه ماتش يوم الجمعه يا كابتن اسلام ومسافرين السبت، وحضرتك قلت لي يا اسلام مش هيبقوا قادرين، بس هنكسب الماتش ان شاء الله بفضل الله، عشان في دوافع دايما للنادي الاهلي كده، كل يوم في دوافع، كل صحيح. دقيقه في دوافع، صحيح، صار في دوافع، هي هو ده تيم اللي بصرفه. صحيح، خاصة ربنا سبحانه وتعالى بيديها للناس اللي بتتعب وتجتهد وتشتغل وفي صمت وعاوزة تمثل الكيان أحسن تمثيل. كل جيل بيجي عاوز يمثل الكيان، عاوز يبسط الجمهور. صحيح. عاوز هو ده، فهدفنا جميعا هو الحب والترابط والإبداع عشان نحقق البطولات يا كابتن إسلام. صحيح، صح. النهارده أنت لعبت الجمعة يا كابتن إسلام، السبت كنت مسافر، تمرينة واحدة، والفرقة اللي بتلعبك النهارده ست سبع تمارين. معلش يا كابتن ربيع، كابتن ربيع معلش، انا سؤالي هيكون واضح، هل بالفعل لا يعاني، وبجد يا كابتن لو عندك حاجه تانية قولها حضرتك قولها، ما احنا ما بنقولش حاجه، لكن هل بالفعل لا يعاني النادي الاهلي من الاجهاد؟ يعاني يا كابتن، كتر خيرهم كتر خيرهم. ده علميا يا كابتن، حضرتك استاذنا في الكلام ده، علميا يعني علميا الموضوع ايه؟ انت لعبت في كاس عالم الانديه، المدرسه الاسيويه ادي واحد، المدرسه البرازيليه ادي اثنين، المدرسه اليابانيه يا كابتن، دي مدارس مختلفه ولعبه مختلفه وافكار مختلفه وعقول مختلفه وقدرات مختلفه. صحيح. ومع ذلك جيت النهارده بفضل الله تعالى والحمد لله. انا من وجهه نظري فنيا والله العظيم ماتش النهارده من امتع الماتشات اللي اتفرجت عليها وشفتها في الاهلي. ضيعنا كام هدف يا اسلام النهارده 100%؟ بالورقه والقلم. اربعه تقريبا. الشوط الاول بص 100% احسبه بالورقه الشوط الاول كان ماشي ازاي؟ بفضل الله سيطره، تحرك، بالك ناس فايقه كويسه، عملوا استشفاء كويس، روح جديده، دوافع جديده اسمها سوبر رقم 14 ان شاء الله. سوبر رقم 14، انت بتتكلم يا كابتن اسلام، مين يقدر يتكلم على النهارده برامج مع فرقه النسخه ال 20 بتوصل 16 مره بتاخد 13، اكثر فريق في الدنيا واخد السوبر يا المصري، السوبر يا كابتن اسلام، مين واخد ذاك السوبر؟ محدش. احنا ارقام يا كابتن، كل بطوله ارقام، الناس بتتكلم ايه؟ ده حقد وسواد ومرض. انت تسقف للناس اللي بتتعب، تسقف للناس الطيبه المحترمه، احنا عمرنا ما بنغلط، ولما بيطلع اي فريق منافس يا كابتن اسلام بيكسب نقول لهم مبروك. اول واحد حضرتك بتطلع معانا، ولو مهما كان اسم النادي بتطلع تقول بتبارك على الهوا. طبعا يا اسلام، انت عمرك ما غلطت، عمر حد ولا قناه ولا اي حاجه، احنا بالعكس. فده اللي اقصده، النهارده كان مباراه والله العظيم من احلى المباريات الممتعه اللي انا استمتعت بيها، كان ناقص بس هدف يجي بدري بس. صح. الدنيا تفتح مع فريق مريح، مع فريق وصل بدري، مع فريق يملك القدرات، مع فريق معسكر، مع فريق برضه اللي انا بيؤخذ على فريق سيراميكا يا كابتن، واحترامي الغل برضه والضرب والاعتراض الكتير، ما تلعبوا كوره في ايه بس؟ هو ده. انما اللعيبه كانوا رجاله، ريحت النهارده كهربا، فين الشحات؟ بالك معلول خرج برضه النهارده عشان برضه كنت خايف عليه، عندك مروان مريحه النهارده عملت الدور كويس، كان رائع وكان هدف، فكانوا رجاله وعملوا اللي عليهم وحاولوا، ولحد داخل اللحظه النهارده امام عاشور بيصنع هدف بفضل الله تعالى، ثم مجهوده وفكره ومهارته دي حقيقه، ومشارك فيه كل اللعيبه، هدف ده مشارك فيه كل اللعيبه من اول ما طلعت الكوره من عند مصطفى الشوبير. فالقصود يا كابتن اسلام النهارده النادي الاهلي نظره اللي احنا عاوزينه خدناه بفضل الله تعالى، مجهود، فنيات، شغل، جوانب كثيره جدا كانت موجوده فنيا على اعلى مستوى، يكفي روح اللعيبه، يكفي النهارده بص ياسر مش قادر عاوز يكمل.
صح. قالك كله في في لعيبه يا كابتن والله مش قادره وعاوزه تكمل. انت عاوزين اكتر من كده يا جماعه؟ كل يومين مباراه، ده بطوله جديده بضافه كبيره هتلاقوها فين غير في النادي الاهلي؟ مدرسه الاهلي دايما مفتوحه لكل البطولات، كل الدوافع. اللي عاوز بفضل الله تعالى يتعلم. احنا ما بنقولش عشان اهلاويه يا كابتن اسلام، احنا بنتكلم بما يرضي الله، بعدل الله والله، بعدل الله والله. فمدرسه الاهلي دايما مفتوحه لاسعاد الجميع، مفتوحه لاسعاد جمهور، للحفاظ على اسم الكيان، للاداره، للجهاز الفني، هي دي مدرسه النادي الاهلي. فمبروك النهارده، وان شاء الله نتوج بمشيئه الله وتوفيقه ان شاء الله تعالى مع فيوت شارب البطوله ال 14 بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. اللي جاي ايه يا كابتن ربيع؟ المباراه اللي جايه يعني هتبقى لعبت جمعه، اثنين جمعه، اثنين خميس. خميس الماتش الجاي ان شاء الله تعالى. انا عندنا النهارده عندنا ثلاث واربع بامر الله تعالى، لعبه اتعودت خلاص. هترجع بامر الله، موضوع التطوير ده عندك بعد ان اللعيبه استريحت ان شاء الله تعالى، نبتدي بامر الله تعالى ان شاء الله بالدوافع الجديده وبالنهائي والبطوله رقم 14 وبالجماهير اللي تبقى موجوده دي بفضل الله طبعا قبل اي حاجه، ثم اللعيبه وقدراتها الفنيه هتحسم ان شاء الله المباراه وهتحسم البطوله باذن الله ويسعدونا، لان يعني لعيبه رجاله بتلعب بروح الفانله الحمراء، روح الفانله الحمراء رقم واحد عندهم بصرف النظر، واي حد يلعب واي حد يبقى موجود واي حد، كلنا بنحاول نحافظ على الكيان. فربنا ان شاء الله باذن الله تعالى هيكرمهم ويعملوا ماتش كويس باذن الله تعالى. انا اعتقد ان ماتش فيوتشر باذن الله هيبقى افضل واحسن من ماتش النهارده بكثير ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى. انا بشكرك جدا يا كابتن ربيع، ويعني اعذرني شويه على الانفعال، وطبعا يعني حضرتك منفعل، كلنا منفعلين الحقيقه، لانه ما يحدث مع النادي الاهلي فرحة كبيرة جدا جدا. فأنا بشكر حضرتك دائما، وبنستمتع بوجودك معنا حتى لو على التليفون. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ربيع ياسين.